بيسان اسماعيل شنو لقبك؟ ها؟ لقبك؟ بيسان اسماعيل يعني ما عندكم لقب مثلا عباس حسين الشيباني؟ بيسان اسماعيل الباروكي. الباروكي شنو تغير بحياتك لحد الان بعد الخطوبه؟ يعني زين حلو. النقطة الأولى قبل لا تبدين أنت عندك إحساس يعني تحسين بداية تحسين أنا يعني قبل الخطوبة أنتك ما عندك إحساس أصلا؟ أنا ما عندي. هذا شيء حلو إيجابي، بداية تحسين بالمسؤولية حلو يعني بداية. أنا أكثر إنسان حساسة والله. أيوة زين سؤال، صار عندك شعور بالمسؤولية؟ أيوة. أوكي وبعد؟ بالامان. ما شاء الله، يعني ما كنت تحسين بالامان، يعني شوفي امك ما كانت بتعطيك امان من بينت السالفه. حلو بين زين يعني الواحد لما يخطب نقطع سالفتك، نقطع سالفتك. محمود شنو ذا البنات شفناها هسه قبل شوي؟ البنات حلوات. البنات بيسان عمك قال لي خلي نحاكي دور حتى يجي. شفته؟ شو؟ لا شغله هيك شيء، ماكو شيء والله. ماكو شيء. شو ما فهمت؟ بس شنو نورس حاكي خليه يجي ها؟ لا شو حكيت؟ ماكو شيء والله. ايش بيك؟ انا نسيت، ما ادري ماكو شيء. والله ماكو شيء. والله ما فهمان عليك. مين بنات؟ لا يا بنات لا 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 اشترينا بصل. ومين شفته؟ والله ما شفنا. رود السوق ما تشوف بصل. لا والله ما في اضوية بالشوارع. شنو اللي بتغارين عليه؟ ترى اذا الشارع يعني ترى قلت لازم تصدقين جوز انا شفته. لا ماكو شيء والله. والله خلاص لا هيك بدنا اشتري من المحلات وتعال شرب محمود. عباس ها مين شفته؟ انا مش شايفه يا ربي. لا ابين شفته، ما اضحك عليك. ليش ما شفنا والله؟ دخلنا بس انا يعني بس اشترينا ملابس وطلعنا نسلم على محمود عادي يعني. ما مين شفته؟ بنات يسلم على محمود العجبن. مو اجدراد اشتري ملابس، راد اشتري لك محل ابو البصل. تذكر هذاك المحل الملابس فشافوني البنات هذوك اللي اشتريت معهم. شفتي انا مو كذاب، انا مو كذاب بنات. هيك بنات حارش يعني مو تحال. لا 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 انه بس شافوني سلموا عليه. سلموا عليه وين بيسان؟ قلت لهم بالبيت. ما جابوا طار بيسان. لا ما جابوا طار بيسان. لا كذب والله. لا والله قالوا سلموا علي وقالوا لي وين بيسان. قالوا لك ليش تاخذ شو الحلو بيسان تاخذ ايش؟ سمعت انا الله اعلم بعد ما ليش شو ما هو تخليك صريح ويا ليش كذب عليه. انا شو الحلو ببيسان اخذته؟ لا يا عم مستحيل معقول وتغلف. بس سلموا شو رد؟ اللي قال لا انا بيسان احبها هو ما يعني انه ايه سكت. ايه بس ليه ما حكيت لي؟ صدق ليش ما؟ لا ليه ما قلت لي؟ ها؟ ليه اصلا عم تناقش اصلا؟ ايوه محل الخضره في جنبه محل البسه. ايه وانت جاي رايح تلبس هلا؟ لا ترى والله اشتري بصل فسلموا علي هاي كيفك؟ ها لا هو شوف اول شيء بس سالوني وين بيسان؟ هاي هي وفضت يا عرب. انت اول شيء رحت لوحدك ما اخذتني. معاها ام اخر شيء جت ام اخر شيء علي كمان. لا ما انا ما لي دخل. وسلمت. لا قلت لهم عليكم السلام. انا اروح للبيت بعد. انتوا امور عاليه ما اقدر. هاي امور عاليه. تعال هون. والله ما شفت انا ما والله ليش كذب علي كاني بس او انت احكي الصراحه. انا ليش كذب؟ احكي الصراحه. انا عندي شغل. خلاص. وليه ما حكيت لي؟ بس هو بيحكي لي بس. عادي مين كان بيسلم عليه بالشارع؟ لا بس لازم تحكي لي ثاني مره. غريب يا انا غريب. انا غريب وانا مصوتش اجي لبيتكم ثيم الله تصبح على خير. لا لا مو انا مو غريب. انا غريب ثيم الله عمد انا شاق راس من عليك والله. مقلب ليش شوف بنات؟ ليش شوف بنات؟ ما تحكي لي. لا لا ترى ليه ما قلت لك لا تتزوج؟ قلت لك لا تتزوج. قلت لك لا تتزوج. ما قلت ليه هو يحكي لي؟